فيها هذيك الكميه هزيتي الوورد وحطيتي وهزيتي الاكسل وهزيتي الفايرفوكس الحجم ديالها لي جي قال لي فيها في هاد البلاصه عندها واحد الساقيه فين كطيح هادي زروالي عبد الغفور مدير مكتب تكوين كفرة دان اليوم أعطيت الانطلاقة الرسمية لمجموعة من التكوينات التي تسهر عليها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لأسرت. هذه التكوينات تهم مجموعة من الميادين، المعلوميات، طرق التكوين، المواصلة، تكنيك دو كومينيكاسيون، تكنيك دو ريشيرش دو امبلوا، إذن مجموعة من المواضيع. طبيعة الحال هذه البادرة هذه التي قامت بها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تروم إلى أولا إعطاء فرصة للشباب ديال المنطقة باش أنهم يولجوا لسوق الشغل وباش أنهم يطوروا مجموعة من المشاريع اللي ديجا بروبوزات. الحاج حفظ الله رئيس مصلحة تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب ارتئينا أن نديروا تكوينات للشباب من أجل تمكينهم من تحسين قدراتهم وإيصالهم إلى سوق الشغل. محور المحاور اللي تم تداولها بالنسبة لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم القابلية للتشغيل، تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، دورات تكوينية لفائدة الشباب في مجموعة من المواضيع والميادين من أجل تقوية القدرات للفاعلين المحليين، من بينها المعلوميات، تطوير خطة العمل ودورات حياة المشروع، تقنيات التسويق، تقنيات التواصل، تقنيات البحث عن العمل، وذلك من خلال التشخيص والتخطيط والإنجاز والتتبع والتقييم. أميمة زهيري، اليوم تمت الاستفادة من واحد الدورة تكوينية في مجال المعلوميات اللي كتنظمها منصة شباب أو سرد الخاصة لشباب هذا الإقليم اللي كتكون من اللي كتخص مجال المعلوميات اللي غتمتد المدة ديالها إن شاء الله طيلة هذا الشهر. هذا الشيء كامل كنديروه باش يسهل علينا الولوج لسوق الشغل. هذا الورد مرسلة ولا كذا امبريميتي من الناس هذه هذه لا اونروجيستري ولا لقيتي دوت الرام راه ممكن تجيبوها لا رام بحال هذه كتحطها معاها بحال هكا بحال قلنا